25 يناير، اللي طبعا يعني عملت تغيرات كبيره جدا في كافه نواحي الحياه السياسيه بتاعتنا. انا بعتقد انه في عندنا يمكن تغير كمي، يعني في بعض وسائل الاعلام ظهرت للوجود، بعض وسائل الاعلام زاد توزيعها او قل يعني حسب المؤشرات، لكن في الحقيقه ما عندناش اي تغير في طبيعه الاعلام المصري ولا في قواعد الاعلام المصري. تم ايضا العبث به كما تم العبث بالحقائق التي وقعت على الارض. فاول عيب لهذه المنظومه انها بالكامل رهينه واسيره في يد السلطه الحاكمه. يتم الاخذ بمقترحات ودراسات وتوصيات، قلناها احنا كصحفيين وكاعلاميين، وانه لابد من اعاده تنظيم او بناء مهنه الاعلام من جديد او صناعه الاعلام. ومن هذه الاشياء ان يتم تحويل كل الجهاز الاعلامي الحكومي الى جهاز للخدمه العامه تابع للوطن والمواطن وليس تابع للسلطه. الحاجه الثانيه انه يتم انشاء هيئه وطنيه مستقله للاعلام تقوم بمهمه منح الترخيص والتاكد من ضمان حريه الراي والتعبير. الحاجه الثالثه ان يكون هناك نوع انواع التنظيم الذاتي لمهنه الصحافه من قبل والاعلام من قبل الاعلاميين والصحفيين نفسهم. حاولنا من خلال هذه الندوه ان نستعرض المشكلات التي واجهها الاعلام المصري بعد ثوره 25 يناير، وان نرصد التطورات التي حصلت سواء كانت ايجابيه او سلبيه، وان نحاول ان نتوقع الفرص والمخاطر والتهديدات التي تحيط بصناعه الاعلام في مصر. واخيرا وصلنا الى طرح الحلول، ومنها طبعا انشاء الهيئه المستقله للاشراف على الاعلام المصري التي تمثل الشعب المصري وليس الحكومه.